شايف دي بايه؟ دي سوسته جبتها من الميكانيكي بتاع الموتوسيكلات او بتاع الفيسب اهو. ساعه ما افتح الباب كده واسيبه يقفل لوحده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم، ازيكم وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى من قناه مشروعات صغيره وتربيه الحمام. فيديو النهارده هنوريكم الحمام اللي في السلكات اللي كنت الشبابات اللي كنت بجهزها للبيع، وكمان هوريكم الحمد لله يعني هي بدات تشتغل للحمام اللي هي الشبابات، في حمام لاحم وحمام زاجل هنشوفهم مع بعض، وبرضه هوريكم التعديل المهم جدا جدا اللي انا عملته في الباب السلك اللي بره ده، اصبح عندي بابين، لكن اضفت اضافه كده لازم اقول لكم عليها علشان اللي عنده المشكله دي والحمام بتاعه بيهرب منه لاي سبب، حتى لو باب واحد يعمل الاضافه دي ما عادش الحمام هيهرب منه. دي حاجه كمان. بعد كده هنبقى نعمل متابعه الزغاليل الصغيره اللي هي لسه فاقسه، طبعا بدا موسم الانتاج الحمد لله، هنبدا نتابع مع بعض ونشوف هنعمل ايه، وكل عام وانتم بخير يعني وربنا يرزق الجميع. ثلاث سلكات في اربعه ب 12 عين الحمد لله عمرناهم، وما زال عندنا شباب سايب شباب لحم. الحمام السايب ده الابيض ده زي ما حضراتكم شايفين، طبعا حضراتكم فاكرين الفيديو اللي هو طفش نص الحمام لما الشباك ده وقع، طلعت لقيته واقع وراح نص الحمام، فربنا يعوض ان شاء الله. نبدا صفحه جديده، احنا جمدنا الشباك وعملنا الباب اللي هو الامان، الباب الثاني باب الامان هنسميه كده باب الامان، وعملنا له اضافه كمان عشان تبقى امان الامان. نخش على طول على موضوعنا، بس اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، اللايك بتاعك بيفرق جدا يا جماعه، الناس اللي بتحبنا وتتفرج على الفيديو وبتنسى تعمل لايك. ده اول قصه يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. احنا بنعمل كده ليه؟ الناس اللي طالبه مننا حمام، والله احنا مش مأخرين حاجه على حد يا جماعه، بس انا هوريكم كل الحمام اللي عندي، اللي عايز حاجه يقول لي، انا مش عايش حاجه من حد، حتى الحمام الشغال اللي عندي ما يغلاش على حد حاجه، حمام الشغال القديم اللي عندي، لكن انا بفضل ان انا اعطيك اول شغله يعني. ده اول قص، البيض بتاعه مخصب باذن الله، بيض وحصه احصه من حوالي 6 ايام، كشفنا على البيض لقيناه تمام. طيب القص الثاني ده لسه بيحضر ان شاء الله، واخدين بعض تمام على وش شغل، بس انا ما ببيعش حاجه عشان تبقى انت عارف وضعي ونظامي، الا اذا كان محصه عندي وكشفت على البيض، يحصل حصويتين مخصبين واعطيك اكشف على البيض وبعد كده اقول لك القص ده للبيع تمام. ده محصي من 5 ايام يعني بعد الثاني بيوم اللي فوق خالص، القص ده بسم الله ما شاء الله اهو، برضه كشفنا على بيضه تمام الحمد لله مخصب. ده برضه القص الثالث، ده الرابع اقصد، برضه بيجهز لعش اهو بسم الله ما شاء الله. نشوف اللي جنبهم برضه بيجهزهم لعش، كل ده مش هنخرجه الا اذا حصه يا جماعه. الزاجل ده برضه في النص كده، على فكرة اللي بياخد لحم ممكن ياخد زاجل برضو، ده لان انا مربي لحم وزاجل بس مفيش اكتر من كده يا جماعة. لسه ان شاء الله هندخل حمام زينة الفترة اللي جاية، وبس بنبحث على اعلى المستويات يعني، فعشان نبدأ صح. ده زاجل مستوى محترم يعني، برضو مع حصى عمران اللي عايزه يقول لي، ده برضو بيجهز العش لحم ما شاء الله. ده زاجل مستوى محترم برضو اهو، ده برضو لحم بيجهز لعش برضو بسم الله ما شاء الله. ده غير الحمام السايب اللي مفيش له مكان في السلكات صراحة، لان المكان ضيق ما قدرتش احط فيه اكتر من الثلاث سلكات. ده برضو محصي الزاجل ده، وكشفنا على البيض وعمران بسم الله ما شاء الله، اللي عايز ياخده بالحصى بتاعه ياخده. ودي لسه النهارده القص ده، لسه محصي النهارده اول حصوايه اهو، اول حصوايه في حياته اهو ما شاء الله لا قوة الا بالله، تحتهم اول حصوايه لسه متحصيه دلوقتي اللي هو ده، واللي هنا ده احتمال بكره او بعده تحصي القص ده، هيبقى اول شغلهم باذن الله بكره او بعده. ليه انا بقول لك دايما ان انا ما ببيعش الا اما اكشف على البيض واشوفه عمران؟ لان ممكن ادي لك قص زي ده يحصل حصويتين وما يرقدش عليهم،
او يحصي حصى فاضي او يحصي حصوايه واحده، يبقى انت كده هتقول ان انا غشيتك. فانا عشان اكون مطمن للاصل اللي اعطوه لك فانا بعمل كده. طيب تعال نشوف برضو الحمام القديم اللي عندي الشغال، اللي يقول لي على اي حاجه يا جماعه انا مش عايز عنه حاجه. ده تحته حصى، القص هنقول عليه رقم واحد في الحمام القديم، ده رقم واحد في الحمام القديم، تحته حصى، تحته معازه غليل، بسم الله ما شاء الله على وش حصى يعني هيحصي. وده برضو يعتبر اتاخر شويه. برضو اقول لك انا ليه، لان انا في الفتره اللي فاتت انا منعت او ما حطيتش ثنائي فوسفات الصوديوم وجروفيت بلس والسيلينيوم المستورد اللي انا بحطهم، كنت مركز على الخميره بس، لكن مش كفايه طبعا الخميره، لازم تعطي الحاجات التانية دي للحمام. ده كمان برضو معاه زغليل، ده معاه زغليل، انا محضن تحتهم زغلول زاجل مع الزغلول التاني اللاحم، لان كانت حصوان من بتاعتهم اتكسرت. بدا رقم 4 زي ما احنا جايين من فوق كده، نيجي للي هو رقم 5 ده. ده انا فاتح له كده يا جماعه رقم 5 مع حصى قرب يفقس. القص رقم 6 مع حصى بقاله تقريبا 5 ايام. 7 مع حصى يمكن 10 ايام. 8 ده بالنسبة للحمام القديم مع زغليل حوالي عمر 12 يوم وتقريبا على وش بيض، احتمال النتاة دي تحص بكرة يمكن او بعده، هي تقريبا بتلحم في الوقت ده، ده الطبيعي بتاعها. لكن طبعا لو قصرت في الفيتامينات والحاجات اللي بقول عليها دي ممكن الحمام يتأخر شوية، عادي يعني يا جماعة. وفي مرحلة القلش برضو ممكن يتأخر شوية. عموما انا ما بحبش الحمامة اللي تبيض بدري، انا بحبها تبيض بعد 20 يوم. ايه رأيك بقى تكون زغليلها شدت حيلها شوية. طيب ده كمان خلصنا كده موضوع الحمام ده، هنشوف بقى موضوع التعديل. التعديل اللي انا عملته في الباب اللي هو باب الامان، شوف حضرتك انا لما فتح الباب الصاج ده، ده الباب الصاج الطبيعي اللي هو الاساسي بتاعي، ده الباب الصاج اهو بتاعنا. في حمام خرج واقف برضه اهو، فانا مطمن دلوقتي ازاي دخلت اهي بيدخلهم. ده الباب الصاج اهو طبعا حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين، الباب القديم اللي كان الوحيد اللي عندي. كنت اجي افتح الباب الصاج ده اول ما افتحه كده حمامه تقوم طايره تجري، راح مني حمام كتير بالشكل ده غير اللي راح من الشباك اللي كان واقع قبل كده. طيب انا عملت الباب التاني ده حتى يكون له ميزه، الباب السلك ده هيكون له ميزه تانيه كمان يا جماعه في الصيف، ان انا افتح الباب الصاج ده وهوي، اسيب الباب السلك ده بس هو اللي مفتوح. طبعا غطيت السقف كده وغطيت الجنب ده كده كمان، قفلت الجنب ده يعني ما يخشش برضه فار ولا يخرج منه اي حاجه ولا يدخل حاجه، تمام كده. طيب التعديل بقى المهم جدا جدا اللي اضفناه المره دي، دي حركه انا كنت شفتها من زمان. شايف دي؟ دي ايه؟ دي سوسته جبتها من الميكانيكي بتاع الموتوسيكلات او بتاع الفسب اهو، ساعة ما افتح الباب كده واسيبه يقفل لوحده اهو. فطبعا هو بيخبط خبطه جامده، بس طبعا اخرج اجيب حاجه وادخل، لو انا نسيت الباب هو يقفل لوحده حتى لو انا ما قفلتش. وانا كمان اعمل له ترباس من جوه اهوت، لما احب ان انا اكون ورايا شغل كتير جوه بنضف ولا حاجه فامن نفسي بالترباس ده، تمام. زائد ان هو الترباس اللي بره ده طبعا هقفل بيه كده بس كده. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه، لو لسه ما اشتركتش فعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.